الدرة مرة ولو كانت جرة. أكيد سمعتوا المثل ده كتير ياما، لكن عمركم سألتم نفسكم إيه اللي خلى الجرة درة؟ الحكاية بدأت من قديم الزمان، لما كان في اتنين عن حب متجوزين، عايشين حياتهم دايماً مبسوطين، لكن كان في أمر بينكد عليهم كل حين وحين. ربنا حرمهم من الذرية، والراجل نفسه في ولد أو صبية. فضلت الزوجة تلح عليه يتجوز واحدة تجيب له عيل يفرحوا بيه، لكن الزوج كان دايماً بيقول ده مستحيل، دي مشاكل الضراير همها تقيل. الزوجة حاولت تقنعه بفكرتها، وقالت درتها هتكون مصدر فرحتها. ومن كتر ما قعدت تعيد وتزيد وتزيد وتعيد، وافق بس بشرط إنه يتجوز واحدة من مكان بعيد عشان يرحم نفسه من مشاكل وحوارات كتيرة. سافر الزوج ورجع بعد فترة مش كبيرة، قابلته مراته بكل ترحاب، بس هو طلب منها تبعد عن الباب لحد ما يدخل الزوجة الجديدة أوضتها، وقال إنه مش عايز يوريها ضرتها. زعلت القديمة وكتمت في قلبها، دخلت أوضتها وقفلت على نفسها. راح الزوج لمراته القديمة وطلب منها بكل طيبة ما تكلمش ضرتها ولا تتعامل معاها حتى لو كان في غيبة، ووقف في وسط البيت وقال بعلو الصوت: اسمعي يا حلوة انت وهي الشروط، طول ما انا مش موجود لكل واحدة منكم حدود، لا كلام ولا سلام ولا حتى نظرة من ورا الأبواب. تاني يوم رجع الراجل من شغله، لقى مراته القديمة عندها اكتئاب. اتعجب الزوج وسألها: ايه اللي عمل كده في حالها؟ قالت له: مراتك الجديدة من الصبح نازلة فيا إهانة وشتيمة. زعق الزوج وقال: معاش ولا كان اللي يهين زوجتي الكريمة. راح جايب حتة حديدة ودخل غرفة زوجته الجديدة وفضل يضرب فيها طخ 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 لحد ما اتكسرت 100 حتة من غير ولا صوت ولا صراخ. أتاريها كانت جرة فخار كبيرة، والراجل ملبسها عباية وعاملها قال يعني زوجة جديدة ولازم تتعامل بعناية. اكتشفت الزوجة الحقيقة واتكسفت من نفسها ورفضت تكابر تاني، وقالت على اللي في قلبها: مش ممكن تسمح لحد يشاركها حبها. وطلبت من جوزها السماح على اللي عملته، من هنا ورايح مش هتزن عليه، وبكده وعدته: قضاء ربنا لازم نتقبله، عشان عذاب الدرة مش هتقدر تستحمله، دي الدرة مرة ولو كانت جرة.